اهلا ومرحبا بكم معي من جديد في قناة الطبخ والبيت مع افكار. اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير العسل ناجح 100%، طريقة جد مبسطة. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، ونبقى مع المقادير وطريقة التحضير ان شاء الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 2 كيلو ديال السكر سنيدة، اترو ديال الماء، ليمونة او حامضة مقطعة دوائر، عود ديال القرفة، والمسكة الحرة واحد حبة ولا زوج. بالنسبة لطريقة التحضير، كنوضعو في طنجرة الضغط، من الأحسن تكون ثقيلة. كنوضعو السكر سنيدة والماء والحامض والعميد ديال القرفة، كنوضعوهم على نار اللي تكون هادئة للمدة ديال 40 دقيقة. نبداو نحسبوا لها ملي تصفر الكوكوط، عاد نحسبوا لها 40 دقيقة. المهم هو أننا نديروها على نار اللي تكون مهيلة باش ما تحرقناش العسل. بعد ما دازت 40 دقيقه حلينا على الكوكوط. باش كنعرفوا بلي العسل طاب، كنلقاو اللون ديال الحامض تبدل، كيولي بني فاتح. كنحيدوا داك الحامض والعميد ديال القرفه. عاد باش نزيدوا المسكه الحره، بالنسبه للمسكه الحره كندقوها مع شويه ديال السكر سنيده، عاد باش نضيفوها ونرجعوا العسل فوق النار يغلي لمده ديال 5 دقائق حتى تذوب المسكه الحره اللي ضفناها له. ومن بعد نخليه يبرد تماما مده ديال ليله كامله من الاحسن، باش هكا نعرفوا القوام ديال العسل واش ثقيل ولا خفيف. بالنسبه الى جانا العسل ثقيل بزاف يعني كراميل، نضيفوا له كميه ديال الماء اللي يكون مغلي، ونرجعوه فوق النار يغلي لمده ديال 10 دقائق هكا كيولي واجد. بالنسبه الى جانا العسل القوام ديالو خفيف بزاف، نرجعوه فوق النار يغلي لمده ديال 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، ونطفيو عليه هكا كيولي القوام ديالو ثقيل. بالنسبه للقوام ديال العسل كيجي بحال هكا، خصو يكون شويه ثقيل باش يلصقنا على المعسلات اللي غادي نستعملوا فيها هذا العسل. ما يكونش خفيف، يكون هكا ثقيل، شحال ما كان ثقيل شحال ما احسن. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا جيم واشتراك القناة، وشكرا.